دخلت طايره ازاي اذا كانت العيله كلها سباحه؟ سباحه. يعني العميد محمد مرجان، اكيد لازم نقول العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ده كابتن يوسف مرجان الابن الاكبر ليه، فيعني لازم نعرف كل السكه كلها عندك سباحه. دخلت ازاي بولي؟ انا كنت في 2010 كان في بطوله افريقيا بتتلعب في صالات هنا في مصر درجه اولى. كان ساعتها كابتن حمدي الصافي، كابتن وائل العايدي، كابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله، كابتن منعم، محمد عبد المنعم، كل اللعيبه اللي هي تقريبا دلوقتي بنلعب معاهم وبقينا نعرفهم وبقوا الناس اللي بنلعب معاهم زي اصحاب لينا، دول كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا هنا في مصر. انا شفت اللعبه، كنت بلعب سباحه ساعتها، عجبتني اللعبه، جبت كره فولي قعدت العب بيها في البيت. فوالدتي يعني قالت لي طب ما في فولي في النادي، انزل شوف، روح الفرقه، روح الاختبارات. رحت الاختبارات فرقه تحت 11 سنه. كابتن يعني طولي عجبه، جسمي كويس وبتاع، قال لي ماشي هتيجي معانا، بس كان اقل لعيب بيلعب بقاله 3 4 سنين في الفرقه. قعدت 3 شهور كده بتمرن لوحدي بعد التمرين، المدرب يمرني كابتن احمد ثابت، طبعا ليه فضل كبير عليا. بس ربنا كرمني سنه ورا سنه ورا سنه، بقيت كابتن الفريق وانا في 17 سنه. كابتن محمد مصلحي بقى صعدني الدرجه الاولى وانا تحت 19 سنه. يوسف جريت من بابا ازاي من السباحه؟ لا والله ده سؤال. بصراحه انا بابايا ما كانش معارض خالص للفكره، على قد ما كان الحاجه اللي انت حاببها اعملها. يعني في الاول كان بيحاول يعني بيقول لي بس ان انا اواظب على الاثنين، لان السباحه مهمه جدا طبعا، بتبني جسم اي لعيب. بعد كده لما ابتدينا بقى نخش بقى 13 سنه و 15 سنه و 15 سنه نلعب بطولات بقى في النادي مهمه يعني وكده، وابتدى بقى الموضوع يبقى جد يعني ومطول فيها. وكنت اول لعبه اكون حاببها ومطول فيها، لعبت كل الالعاب، باسكت ولعبت هاند ولعبت فتره كوره، كل حاجه يعني، كاراتيه لعبت برده. بس الطايره كانت اكتر حاجه بقى انا واخدها بقى بروفيشنال، يعني ان انا عايز اكمل فيها على قد ما اقدر يعني. بس وما كانش مانع بقى لما لقى الموضوع ان انا فعلا حبه، وان انا ابتديت يبقى ليا يعني الحمد لله ابتديت ابدا ابقى لعيب يعني، الناس تبدا تقول لا ان انا ان شاء الله في المستقبل ممكن ابقى حاجه، قال لي خلاص بقى ركز وكمل فيها. والحمد لله يعني لغايه دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني يعني الحمد لله.